مركز حراسة المرمى بتشوف ان المركز ده صعب جدا، ليه مواصفات يعني معينة للعيب اللي موجود فيه؟ اكيد طبعا، عارفة انت اخر واحد في الملعب، فانت يعني لو دايما كان يقول لنا كده زمان اي مدرب او ايا كان في مسك، يقول لك المهاجم لو كرة اتقطعت منه عنده اللي يشيل وراه، يسيب بقى كل ده على اللي وراه، يعني نص الملعب نفس نظام الدفاع، الدفاع عنده انت، لكن كله. انت مع انت اللي بتشيل كله ووراك ما فيش حد يقدر يشيلك، فعشان كده غلطة الشاطر دايما بألف، وبالذات بقى في الاجوان فبتبقى مسؤولية طبعا. بقول لك انت واقف على الخط، انت شايف الملعب كله، توجيهاتك ليك بيبقى طبعا، تصديات المفروض بتبقى حاسمه، حتى لو حاجه بتبقى صغيره بس لازم تبقى مركز 100% فيها، لان هو ده اللي بيخلي الجول مختلف دايما عن اي مركز تاني، او مركز حراسه المرمى دايما مختلف عن اي مركز تاني. مثلا المهاجم مهما يضيع بس لو جاب جول، لا الدنيا بالنسبه له هتبقى عادي، الناس هتنسى، فاهم قصدي؟ لكن انت العكس، انت الجول مهما تصد لو جه في الاخر دخل فيه الجول، سواء غلطتك بقى او مش غلطتك هيحاسبك على الجول او انت خسرت، فاهم قصدي؟ دي المشكله طبعا بتاعتها، فعايزه مواصفات خاصه يعني طبعا. من كل مرحلة لمرحلة بتشوف انه المركز ده تحديدا لازم شغل مختلف؟ طبعا لازم 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 طبعا يبقى ليك شغل مختلف، لما خصوصا في الاعمار السنية، وانت 13 غير وانت 15 وانت طالع، لغاية حتى وانت بتبقى عندك كام سنة، في مدربين بتيجي بتأثر معاك وبتعلم، سواء نفسيا سواء في التكنيك سواء في اي حاجة، كل مدرب بتستفيد منه بطريقة معينة، فعشان كده بقول لك لا طبعا تفرق جدا، ومدرب طبعا معاك بيفرق جدا طبعا.